صافي الحل الوحيد قالوا لي هذيك الساعات هو غادي نقطعوا لك رجلي، اللي كون جريناك بالرجلين ديالك من تحت التران انا لله وانا راجع. طرد وبقدر شي الحمد لله على كل حال. نشوف راسي دابا بحال هكا ما غادي يجي يطلع لك حتى واحد في السبيطار هرب. السيد هذا باقي ما دا لا حقه، باقي ما تعاونش، باقي ما تعدل له حتى الوراق حتى شي حاجه. وليت انا تنطلب دابا الله يا رب غير شي معجزه من عندك من عنده، غير نولي غير نحرك غير جيلاتي. وديك الشويه اللي بقى غادي هي فاش دورني دورني هكا جوج دورات هي تردق لي واحد العظم من العمود الفقري. راه وخيعتوني كما راه خيعتوني اوروبا كامله، ما بقاش غادي نرجع لي صحتي اللي مشات لي. السلام عليكم خوتي، كي دايرين بخير؟ لاباس عليكم؟ كما ديما معكم ايرمان وسيم برشلونه. بس اليوم اخوتي كاين واحد الفيديو ديال واحد الاخ اللي سميتو عبد العالي اللي كيعاني في صمت، واليوم ان شاء الله جينا عنده باش على الله نقدروا نعاونوه ونوصلوا المعاناه ديالو اللي كيعاني بها في صمت للمحسنين والناس اللي كيتفرجوا فينا. انا كنقول للناس اللي كيبغيونا عافاكم تصنتوا من القلب ديالكم باش على الاقل تحسوا به ولا واحد شويه من ديك الالم اللي كيحس به. خويا عبد العالي كيداير اخي؟ بخير بخير الحمد لله. الله يحفظك. الله فيك خويا عبد العالي. بغيناك تعاود لنا يعني وتعاود للمحسنين والمشاهدين ديالنا المشكل اللي وقع لك حتى مشاو لك الرجيلات ديالك والمعاناه اللي كتعاني بها في الصمت وديك الحقوق اللي هضموك فيها اللي كلاوك فيها. بغينا نعرفوا كل شيء اليوم ان شاء الله في هذه الحلقه هذه. مرحبا اخي عبد العالي، كيفاش جيتي لهذ البلاد؟ جيت اخويا اش غادي نقول لك، جيت كاع الناس اللي تجي، جيت الهجره السريه يعني حارق. جيت حارق من الداخله. فلوكه شي 3 ايام ديال الماء بحال هكا. المهم وصلنا لاس بالماس، خدوا الاجراءات ديالنا كي كاع سميتو، بصمنا ريحنا تما شويه في اللوطيل. صافي ديك الساعات اللي كان عنده باسبور ديالو راه تيشد الباركو ولا الطياره تيدخل المدينه اللي بغا. بس الحمد لله يعني داز ديك الرحله بسلام. ديك الرحله الحمد لله بخير وعلى خير. شحال دوزتي هنا باش وقعت لك هاد الحادثه اخي عبد العالي؟ شحال كان عندك هنا في اسبانيا ديك الساعات؟ ساعات فاش جيت لاسبانيا جيت في 2020 بحال هكاك، ما دوزت سيمبو بزاف شي 8 شهور بحال هكاك وقعت الحادثه. تقدر تعاود لنا يعني الحادثه كيفاش وقعت؟ الحادثه اخويا اش غادي نقول لك، ما كنت انا غادي طالع لفرنسا انا واحد الصديق ديالي، مشيت على اساس باش نحط شي اوراق ديالي في كانوفياس عند واحد السيده. ديك الرجعه اللي راجع عيط لينا واحد السيد دري صاحبنا قال لنا رجعوا عندي لبرشلونه باش نشدو التران ديريكت لبورتبو ومن تما غادي ندخلو. ديك الرجعه اللي راجعين هودونا حنا الكونترول في مونكادا ديال ريشه. واللي باقي تنعقل اخويا الزين كنت داير واحد الكاسكو في ودني والدري كان معاه. تما فين وقعت لي الكسيده قالوا ما عقلتش كيفاش وقعت لي الكسيده وكيفاش تشدني. ولكن 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 فين كنتوا يعني؟ في الستاسيون في المحطه الداخل يعني ما تشدوا التران وتمشيو؟ بينا نشدوا التران ونهبطوا نكملوا لبرشلونه. يعني واخا تقدر تعاود يعني للمشاهدين غير شي حاجه اللي عقلتي عليها كيفاش تتقطعوا لك رجليك، شنو الحادثه اللي وقعات كيفاش؟ راه هذيك هي هذيك اخويا الزين هي اللي باقي لي الصدمه باقي لي في راسي اخويا ما نكذبش عليك. واخا تنغمض عينيا ديما تيبقى داك الفيلم تيبقى تيدور ليا في راسي كيفاش انا تمشاو ليا مشاو ليا رجلي في التران ما فهمتش كيفاش. واش كنتي انت في السكه لداخل في السكه وداز عليك ولا شنو؟ واش كنتي قاطع وداز التران عليك ولا كيفاش؟ التران ما قاطعش، كون قاطع كون ضربني نشرني. ما كيفاش كيفاش وقع؟ شدني من الجناب ديالو من جهه لافويرتا. يعني التران غادي منين تيبغي يسكت التران تيبقى غادي بشويه تما فين وقع لي المشكل انا. يعني تخشاو لك رجلك ما بين التران وديك السياره اللي كتكون. اييه تما انا العاقل كنت داير واحد الكاسكو في ودنيه وعاقل على الدري اللي كان معايا فيلو. صافي هزوني كوما انايا، خرجوني من كي تيعاودوا لي خرجوني من لاكار. وفديك اسمح لي فديك الوقيته يعني من يعني قطع لك رجلك التران، واش حبس ولا وقف ولا زاد؟ شنو بقى غادي شويه هو يحبس حبسو. ديك الشويه اللي بقى غادي هي فاش دورني دورني هكا جوج دورات هي تردق لي واحد العظم من العمود الفقري. الله اللي سبب لي في الشلل النصفي دابا. ودابا يعني شنو الوضعيه؟ شنو الوضعيه اللي خلاك دابا؟ الوضعيه دابا اللي استعملت هي فاش قلت لك شدني ملا سميتو فاش داوني للسبيطار داروا لي اوبيراسيون على الدار ديالي، داروا لي الحديد
ورجلينا انت راه صافي. الحل الوحيد قالوا لي هذيك الساعات هو غادي نقطعوا لك رجلي، اللي كون جريناك بالرجلين ديالك من تحت التران انا لله وانا راجعين صافي. يعني جروك حي قطعوا لك رجلك رجلين بقاو تحت التران تما بقاو تما ما عاد تشوف اش داروا. خرجوني في لابورانسيه من الستاسيون ليكوبتير تتسنى على برا، هزوني داوني لفيدي فرونديري بديت في العمليه. شهر ضربت فيه، مده شهر ضربت فيه شي ستات العمليات. الله تريحت الديام ربع ايام تيقولوا لي حبس الماكله راه عندك اوبيراسيون. بغيت نسول غير واحد السؤال دابا، يعني انا عارف يعني ديك الصدمه اللي وقعت لك ملي قطع لك رجلك التران، ولكن ديك الصديق ديالك ما عاودلكش يعني كيفاش وقع؟ ما عاودش ليا، ما نفسش عليا بيرو. فاش فقت من الكوما قالوا لي راه عبد العالي فاق من الكوما، هو يدير فن مشى للطليان راه دابا في الالمان. يعني ملي سمعك فقتي كيف فقت النهار ما كاينش اتصال دابا معاه ولا شي حاجه؟ دابا ولي جات صدمني انا بزاف. الناس تتقولي لي كما هو اللي دفعك، كنقول لهم ودي انا الدري ما بيني وبينه والو. فهمتي حيتاش نهضرت نهضر مع ما تنهضر مع خودرو، ما عندوش هو التليفون تنعطيه واتساب تيهضر مع الوالده ديالو. بيرو انا فاش وليت بخير الحمد لله، كانوا يجيو عندي شي ناس نعرفهم الله يجازيهم بخير من هذا المنبر هذا. اخت لو بنات تريتورا راه معروفه، الاخت فاطمه كنحيوا هاد الناس اللي كيوقفوا بصراحه من القلب اللي كيوقفوا مع هاد الناس اليوم. الوالدين كنشكرهم بزاف حتى هي اجي. وبالنسبه الله يجازيهم بخير، منين جابت لي واحد السيده لوبنا مسكينه الله يجازيها بخير، جابت لي التليفون زعما باش نولي نتواصل مع والديا. ديك الساعات باقي الصوالح ديالي عند الموسوس وكذا. والديك اسمح لي اخي عبد العلي، والديك كيفاش تقبلوا الوضعيه؟ كيفاش استقبلوا الخبر هذا؟ الله يسمح لينا منهم. باقي لك الوالد الوالده؟ الوالده الله يرحمها مسكينه ما تقبل الحادثه ولا؟ الوالده ما تقبل الحادثه في 2015. الوالد كيفاش والخوت؟ الوالد لحد الان راه باقي مصدوم ومريض مسكين. واحد السؤال خويا بهاني، انت من عاد فاش فقتي من الكوما وشفتي بلي راه هذاك مقطعين، شنو الاحساس اللي حسيتي به؟ نهار فقت من الكوما فقت بعدا اصلا انا خمس ايام وانا مزيز ما تنهضرش، تنهضر معاهم بلي شارها الفيديوهات عندي كلشي باقي عندي. تنهضر هكا تيجيبوا لي ستيل وتنكتب لهم تيهضروا حتى لي موان نتال بحال هكا تنهضر. ما كي وليت مع السيروم وديك 10 ايام تاع الكومه وليت بحال العود تاع الند عافي بزاف. تسميت مع السيروم ما تناكل والو ما حتى شي حاجه. فهاد اللحظه خمس ايام ديال سميتو، خمس ايام كنت عرفتي بلي رجلك تقطعت؟ لا ما عرفتش ديك الساعه، انا تنحس برجلي سخان سخان عليا. ديك النهار السادس غادي يقلبوني على جنبي باش يبدلوا ليا وداك الشيء لا صابونه تيحيدوها وكذا، تيبدلوا داك الشيء عاوتاني كل نهار. ديك القلبه اللي يقلبوني على جنبي غوت واحد الغوده تيبان لي الفرمليات فرحانين تيضحكوا وكذا. ديك الساعه ديال الله خرجت من الخابر. السادس نهار السابع سولت واحد الفرمليه قلت لها بول فابوري دي سيمون تينيس اللي ديرنا، قالت لي شنو قلتي لها بول فابور كي؟ قلت لها شنو تينيس اللي ديرنا ما فهمتكش. نوتينيس اللي دير نزع ما عرفتش انا السبليونيه ما هضرتش بها. قلت لها زعما واش ما عنديش رجلي؟ قلت لها الميساج قلت لها واش نوتينيس اللي دير انا؟ قالت لي طودوس بجوج. قالت لي بجوج قالت لك مشاو لك هذيك اش غادي نقول؟ صدمتي؟ والله ما تصدمت ما والو، رضيت بالقدر تاع الله انا. الحمد لله. الامام اللي عطاني الله الحمد لله. داك الشيء اللي عقلت باقي تيخرج من فمي وكنت نقول الحمد لله الحمد لله على ما اعطى الحمد لله على ما اخذ. داك الشيء اللي كان اللي كان مسميك الحمد لله. الحمد لله الحمد لله ما بكيت ما والو الصراحه. ما داش واحد الشهر تنمسكر شي بحال هكا تنمش رجلي تنقول واه اش هذا البنج واقيلا شاد فيا. باقي شهر درت مع امي الدار جات لي ديك الساعات السيده مسكينه التليفون تنهضر معاهم في عارف هما ساكن مراض والغربه وبنادم بعيد وسيرتو بحال هكا ما تيكون عندك لا عائله لا توعد في اوروبا تجي قاصحه شويه تيهضروا معايا بحال هكا وتيصبروا فيا وما راه الله اللي مطالع بهم ساكن راه في راه دابا الله يحسن العون. عبد العالي اخي عندك شرير نصفي دابا. منين سولت الطبيبه بدات تتعاون لي على المكسيده كيفاش وقعت لي وكذا، قالت لي ودي راه عندك العظم تقاس ليك بحال كترضق وداروا لك الحديد في الدار ديالك، وقالت لي مع المده ان شاء الله راه غتولي بخير وكذا صافي. وليت قالت لي راه عندك شلل نصفي، قالت لي هذيك شلل نصفي انا بحال كنت عالم ماني خاطر.
نقول الحمد لله الحمد لله لا ما أقدر الحمد لله. هي شوية قاصحة شوية الخبر هذا ولكن تيجي بزاف علاش جاية باش دير باش تبدل الوضعية ودير مستقبل وتعاونوا الوالدين شوية تتح في شي مشكل بحال هكا وفي الغربة بعيد على داركم تجي قاصحة الحمد لله وخد عطينا الله واحد الإمام زعما الحمد لله حامد الله وراضي بالقدر تاع الله وقدر الله وما شاء فعل ديما تنحمدوه وتنشكروه ولكن تجي واحد الوقيته ما نكذبش عليك نورمال كتبقى تفكر باللي يعني راك عارف الانسان كيبغي يفكر يدير عائله كلارو تتقول شوف دابا الحمد لله وليت انا تنطلب دابا الله يا ربي غير شي معجزه من عندك من عنده غير نولي غير نحرك غير جيلاتي و وما تسميتو ما عنديش مشكل في البروتيج ولا كذا. بالنسبه اخي عبد العالي يعني الاطباء قالوا بلي الحاله ديالك تقدر تحسن يعني تقدر تشري لي تحيات طبيبه اللي كنت عقلت عليها في فيدي فرون قالت لي راه زعما مع المده وهذه راه تقدر دير تروكوبيري ترجع تقدر تسميتو. شحال عمرك اخويا عبد العالي؟ والله كملت 29 سنه 29 سنه يعني باقي الحياه كامله قدامك. باقي الحياه قدامي الحمد لله ودام ربي خلانا باقي بالروح ديالنا وباقي كذا يعني راه باقي شي حاجه زوينه الحمد لله. يقول لك ما يصيبنا الا ما كتب الله ولنا فهو مولانا. خي عبد العالي الحادثه فوقاش وقعت؟ الحادثه وقعت اخويا في تي تقريب مثلا شحال عام عامين 20 شهر 6 دابا عامين وشي شي 5 شهور بحال هكاك ولا 6 شهور. دابا الغريب في الامر واللي بغينا نوصلوا لكم المشاهدين وهي دابا هاد الحاله ديال عبد العالي عامين يعني عامين يعني وصلنا للنقطه المهمه اللي في هذا الفيديو وهي عامين السيد هذا باقي ما ادى لا حقه باقي ما تعاونش باقي ما تعدل له حتى الوراق حتى شي حاجه. هذا هو الاهم في هذا الفيديو هذا على الاقل يعني ديك ابسط الحقوق ما اداهاش. خويا عبد العالي الاجراءات اللي درتي ملي وقع لك هذه الحادثه علاش ما ديتيش حقك؟ اجراءات اخويا راه قلت لك راه اش غادي نقول لك فاش فقت من الوعي ديالي وليت شويه وليت تنهضر فمي وكذا هذيك الاخت فاطمه الريدمي مسكينه الله يجازيها بخير من هذا المنبر هذا تحيه لهذ الاخت فاطمه والله يعني كتوقف مع المغاربه بزاف حيتاش تنشكروها كاع ملي سميتو مشى ليا الباسبور وعاودت تشدات ليا باسبور اخر الرابيدو زعما ما حيتاش اصلا القنصلية عارفين الكاسو ديالي انا داك القنصل الاول هو اللي تكلف ليا بسميتو دار ليا بوكادو باش مشيو تدريجيا يعني مشيتي للقنصلية ديال المغرب لا هضر معايا في التليفون حيتاش انا باقي في التليفون يعني توصلوا بالحالة ديالك عرفوا الحالة ديالي وكذا وهضر معايا مسكين في التليفون قال لي ودي راه كاين قنصل تاع السوسيال وكاين ديال القنصلية وكاين واحد سبليوني قلت ليه بالي دير داك السبليوني هذاك غادي ليا في القضية مزيان نهار ردت عليه الشركة تاع الرين فيه يعني كنت بغيت ندير ليه وكالة بيجمع البوضيلة تاع العملية شحال داير وعندو شهر نصفي عندو مستديمة باش غادي يشوفوا واش غادي يديروا معايا ديك الساعة الرين فيه. دخلت واحد الجمعية الاسم ديالها والله ما عرفتو انا بعدا المهم تيجي واحد المتطوع فيها وهموني بركوا عليا راه ديك السيده راه دير ليك تفعل ليك راه عبد العالي غير هذا المح اسمح لي هذا المحامي اللي كان داير القنصليه ديال المغرب يعني كنعطيك واحد واحد العدد ولا واحد يعني شحال تقدر يعني تعوضك هذا الرين فيه ولا ما قال لك والو ما قال ليش ما قال حتى شي حاجه ما قال لي غير يعني ديك الكاسو ديالك كان غادي مزيان غادي مزيان صراحه كون بقيت مع داك المحامي كون دابا السكنه ديالي وهاد الجمعيه اللي دخلت عرفتي السميه ديالها عرفتي الجمعيه ما عرفتش السميه ديالها بيرو كنعرف داك اللي كان ديجي لعندي انا. خي عبد العالي بغيت نعرف شنو اللي خلاك باش تبدل يعني هاد المحامي ديال اللي درتو لك القنصليه بهاد الجمعيه شنو اللي خلاك تبدلهم والكاسو كان غادي مزيان؟ الكاسو كان غادي مزيان الصراحه كي دخلت هاد الجمعيه هادي بحال شنقول لك وهموني انا ما كنتش في الوعي ديالي اصلا نورمال باينه واحد مقطع رجليه مشي انا مع الدواء ووالدي مراد في المغرب والعائله وكل شيء مأثر نورمال انا مع سمعت راه هذيك حنا كاسم جمعيه
راه غادي نوقفوا معاك جمعيه ماشي هي واحد اللي تيهضر جامع ماشي هو كاين عندك صح نتي انت وانا وهذا تنهضروا راه غادي تيقوا كما تيقولوا حنا بوليسي فيه 12 شهر فهمتي حنا وانا وعموني غادي نديروا لك الوراق ديالك غادي نديروا لك مشاو ياخذوا الباترونا قالوا لي انت ما عندك كاع باترونا انت جاهل ما عندكش قالوا لي باترونا جابوا لي الصوالح ديالي بينوا لي في الاول داكشي ما بحال كما تنقولوا حنا نوعا ما بحال قلتي سمعوا القنص سمعوا الرين في جاوبات على المحامي الاول بحال شمو ريحه الكاميله ولا ما عرفتش كانوا بيدي فهمتك 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 حيت لي حيت لي معروف الجمعيه كيوقفوا مع الناس يعني ماشي غير الفلوس دابا انت اللي قلتي لي يعني خرجوك سميتي على على التان السبيطار انا نهار بيدوني النوتير والله ما نكذب عليك الجمعيه نورمال مخصصون ليا بالليل يقول لي وجد راسك الصباح راه غادي نعمل غادي يعلمك كلارو بحال دابا نتوما فاش اتصلت بكم الله يجازيكم بخير الله يخا هذا واجب الله يرحم الوالدين وتنشكروكم على هذا هذا واجب اخي عبد العالي والله هذا واجب الا راه وحق الله العلي العظيم الا ربي اللي غيجازيكم بالله هذا واجب اخي عبد العالي فهمتي المهم تواصلت معكم وسمعتوا ليا وكذا و... مرحبا تنشكروكم بزاف على هذا المنبر هذا الله يجازيكم بخير كتصلت بكم انا يعني درتو معايا قلتوا لي راه غدا ان شاء الله وش دراسه اي حاجه كاين كاين موعد كاين موعد يعني هما نهار بيدوني النوتير ما اتصلوش بيا بالليل قال لي خداش عارف اني غنسول الناس غنسول هاد الاخت فاطمه ولا نسول الاخت ما يعني ما عطاوكش الفرصه فين جاو عندي مع الصباح شنيت لي على شي اوراق ما عطاوني فوتوكوبي ديال دوك الاوراق ما والو قالوا لي راك شنيتي شنيتي المحامي اللي غادي دير جديد الناس منين نساقوا الخبر بالله راه داوني عند النوطير وكذا قالوا لي صافي انت مشيتي فيها درتي لي مكالمه عامه يعني لعبوا فيك كما بغاو انت باقي عندك فمك باش تهضر وباقي عندك كذا هذا غلط درتي عبد العالي فراسك درت غلط ولكن فاش اتصلت به جاب لي دوك الوراق قلت ليه على الوكاله قال لي الوكاله راه درتيها لابوكادو يعني لابوكادو فاش يبي يدير غادي يدير يدير ابوكادو اخر هو غادي يلغي ديك الوكاله وصيفط ليا صيفط ليا سميتو الورقه تاع صيفط ليا فوتوكوبي ديال داكشي في التليفون في الايميل هو راه باقي عندي يعني زعما الا بغيت دير ابوكادو ها البلاصه فين كاين النوتير ها البلاصه فين مشيتي ها كاينه هاد هاد يعني هاد الحق اللي كطلبو نتايا وهاد التعويض اللي كتمنى يعطيوه لك شنو باغي دير به يعني واخا كتشوف راسك يعني مشلل ورجلك مقطعين يعني الفلوس ما غتعوض لك صحتك يعني فين غيقدر يفيدك سي كما قلتي الفلوس ما غاديش تعاود لك الصحه اللي شاد لك كلارو واخا ما عرفتيش يعطوك هنايا يعطوك اوروبا كامله ما غاديش الحمد لله اللي عطى الله عطاه دابا الحمد لله انا اللي تنطلب دابا تنطلب باش تيلا شديت ان شاء الله التعويض ديالي و... يا ربي الحبيب وربي يسر فيه الامور نعاون والديات انا في البلاد الله باش والديات هما على قد الحال باقي عندنا واحد الوالد مسكين ما عرفنا شكون السابق راه الله يخليه لك هضرت معاه مسكين البارح والله الا الهضره ما قالت شي هضره مسكين وحق الله الله يوم هذا المغرب هضرت معاه مسكين ما عندوش واتساب ولا معاه الحمد لله قالت تي هضره مسكين وما عرفنا شكون السابق والغربة هذه ما ما يطول الله عمره شوف هذا قدر ديال الله حنا كنسلمين خير عبد العالي حنا كنسلمين هادشي انا عادي ترضاو بقدر شي الحمد لله على كل حال نشوف راسي دابا بحال هكا ما قد يجي يطلع عليك حتى واحد في السبيطار فيرو السبيطار الا شافوك ما تيجي عندك حتى واحد ما كداري تيبغيو يديروك فهمتيني اش بغيت نقول لك فهمتك فهمتك باقيين شي محسنين دي تيجيو مره تيطلو تتجي واحد السيده يعني كانت واحد دخلت طلعت لي على الكاسو ديالي المهم حركاتو بشويه نطلب ان شاء الله الا كما قلتي ملي نشد هاد البركه ديالي وكدا سميتو تعاون مع والديا ندير لهم شي بروجي في البلاد اللي خدموا عليه ولي اساس في هادشي كامل حيتاش انا المشكل عندي شارع النصفي يمكنش لي خصني يعاوني في الدوش خصني يهزني يعاوني تنريح في السيه خصني يقلبني على جنبي بالليل اللي قلبني عاوتاني فين نكون ناعس عاوتاني نعاود نتقلب على الجنب الاخر نورمال ما نقدش نتقلب بوحدي هادشي كامل نطلب باش عشان عييت معاهم تنقول لهم راه طلعوا لي غير خوادري ديالين شي الا جا اخوك عندك هنا وشتي ديك الشوفه وكذا راه تقدر
يبرد عليك صاحبي، ماشي هاد البرد راه يدخل عليك، ماشي شي واحد براني خوك يقابلك دمك صاحبي هذاك، وقف معاك بالجوله وحده وراكبين في دار واحد، راه ملي نشوف خوك جا عندك راه بديك الفرحه تقدر تجعجع رجليك صاحبي، توقف والله العظيم بالله. هذا الشيء اللي تنطلب انا كاع، شي بيسو ولا شي بلاصه اللي غادي يعطوني عند السبيطار اخويا، عيد من عامين وست شهور دابا ولا خمس شهور السبيطار بزاف، لا ماكله زينه، حطوا لي كما كلام السوسه قلتها البارح للفرمي، قلت لها انا ماشي مايوريش عندي 80 عام ولا 90 عام باش ناكل الدماغ، وما حطوا لي الخبز مسوس كل شيء مسوس، ما في عيد من هذا الشيء تاع السبيطار، وصافي تدخل تشدوا عليك داك الباب تتلقى حالك في الحبس يا خويا، والله الا في الحبس حبس وما زرة دوش ما تندوش، يعني الحرية تحيدت لك تلسبت للسبت عاد تندخل تندوش. عندك واحد الكارطة ديال الكاباسيدات؟ ما عنديش لك، عندي تريخيطة سانيتاريو وباسبور اللي تنكسر، راه ما عنده والو، عنده تا حاجة، هاد الشيء هذا هو المشكل. الله يرحم لكم الوالدين اللي كيعرف شي جمعية ولا شي ناس اللي يقدروا يوقفوا مع هاد السيد، شي جمعية اللي تكون موثوقة وكتخاف يعني من الله سبحانه وتعالى. السيد راه يقدر يعدل وريقاته حيت مريض، يقدر يعدل الوراق، يقدر يدير بزاف الحوايج، حيت إذا كانوا عنده الوراق راه غادي تعوض وغادي يعيش على الأقل مكرم. والسيد بوبري مقطع له رجلو، حياته عادة بالنص ديال مشلل، وزيد القانون الحقوق أبسط الحقوق ما عندوش. خارج أخويا شركة ريم في الشركة ديال السكك الحديدية هنا خصهم يعطيوه تعويض، يعني خص بنادم يوقف معاه باش يعوضوه. هادشي اللي بغيت نقول، يعني واحد النداء يعني مستعجل اللي كيعرف شي محامي. ياك اخي عبد العالي، انا شي محامي اللي غادي يقوم لنا بالواجب ديالنا الله يجازيه بخير، وتنطلب من الناس اللي غادي يشوفوا هذا الفيديو هذا شي واحد اللي غادي يشوف فيها بعينيه وحن فينا بالقلب ديالو. كم حسين راه باقي الناس تدير الخير في البلاد، وباقي المغاربه ولاد الخير زعما، راه الحمد لله. انا اللي تنطلب عاوتاني من شي واحد اللي غادي يتبع الحاله ديالك في السبيطار، فهمتي؟ علاش هما هنا ملي تيشوفوا شي واحد متبع الحاله ديالك والجرح كي كان وفين وصل وكذا تيخدموا، ما كانش راه كاين الله سبحانه وتعالى. ما بقاش طالب بوبري رجليه، ما بقى طالب حتى حاجه، خص واحد المحامي، واحد محامي اللي يعني بريفادو اللي نقدروا نتعاونوا حنا كاملين، حنا الاولى غادي نبداو ان شاء الله وكاملين نخلصوا ديك المحامي حتى ياخذ له حقه، حيت هاد الشركه ديال هاد الرينفي ماشي شي شركه صغيره، يعني واحد الشركه كبيره، يعني قادر بالتعويض ديالها اللي غتعطي الخي عبد العالي يقدر يعني يوفر له هاد الشروط اللي باغي هو. يعني حنا هنا في الغربه كنشوفوا كاينين الناس كاين جنسيات داخل كيكون عنده عاد ضربه في شي شركه ولا شي حاجه، قالت لي ها شي ضربه ولا شي سكتير صغير كيتعاونوا معاه وكيخرجوا له التعويض، فما بالكم الاخ عبد العالي اللي رجل تاعو شرى النصفي شاب. دابا نحطوا لكم واحد التصويره ديالو كيفاش كان برجليه واقف، يعني الشاب جا لهنايا باش يصوفي والديه، لقى راسو في هذه الحاله هذه. يعني حنا كمغاربه حنا كمسلمين خصنا نتعاونوا مع هذا السيد هذا، كاين حقه راه كاين في هذه البلاد، هذه البلاد ما كتضيعش حقوق، خص غير اللي يوقف معاه كيفاش يدير يجبد الحق ديالو. ايوا الحق يؤخذ ولا يعطي، يعني ما غاديش يجيو يدقوا عليه يقولوا هاك حقك، حنا خصنا نجريو معاه باش ياخذ حقه. حيت هنا يا اخي عبد العالي كما قلتي واحد النقطه، يعني هنا في هذه البلاد هذه الا ما لقاوش يعني شي واحد اللي وقف معاه راه غيهضموه في الحق ديالو ولا شافو، حيت راه كيتعامل مع واحد الشركه كبيره وكبيره بزاف، سيرتو العائله لا حتى شي واحد اللي غادي شي واحد من دمك اللي تيكون معاك تيجري معاك نيت، ما هادشي اللي كاين. جراو معايا هاد الكروسه هادي كيفاش كت هاد الكروسه هادي؟ الكروسه اصلا اخويا عندي الحديد انا في الدار، الا جيت ما تنخرجش بها من السبيطار لهنا نورمال مولا بيت نمشي شي بلاصه بعيده شويه ما نقدرش حيتاش مع تندير هكا شي كروسه الكتريك وتكون تكون مرتاحه فهمتي، تكون في القعده ديالها تيعبروك تيشوفوا شحال عندك وكذا، ولا جاوا سميتو ما كرهناش محسنين يتعاونوا معنا يشوفوا لينا ولا شي واحد عنده شي وحده قديمه ولا شي حاجه. وافي الكيان الاخوان انتم سمعتوا كلشي على لسان الاخ عبد العالي، شفتوا الحاله ديالو، شفتوا الوضعيه ديالو، يعني لا اله الا الله، ما تقدرش تشوف بحال هكا، يعني ماشي شي واحد اللي هو خلق معاها مستديمه، هذا السيد راه كان واقف على رجليه، لا اله الا الله. اي والله معك عبد العالي اخي، ربي كبير ان شاء الله، الحمد لله ربي كبير وما كيدير الرزق حتى شي واحد، ورجلك ان شاء الله في الجنه تلقاهم اخي عبد العالي ان شاء الله يا رب، باقي الصحه باقي الحمد لله. نشكركم على هذا المنبر بزاف، كاين حتى مشكل خويا عبد العالي والله هذا واجب، على الوقت اللي عطيتونا وعلى هذا الشيء هذا واجب، جزاكم الله خيرا والله.